مساء الخير مشاهدينا، الله يحييكم في حلقة جديدة مواضيع منوعة نتابعها معا من خلال برنامج سيدتي. راح نتعرف اليوم على أبرز الأخبار الفنية مع مسؤولة القسم الفني في مجلة سيدتي. أما في فقرتنا الثانية راح نتكلم عن مهرجان كويت السلام إمارات الوفاء واللي راح يقام يوم 16 و17 يناير. لكن في البداية خلوني أمسي على زميلاتي في جدة والرياض وأنتقل إلى زميلتي خلود نتعرف على فقراتها. مساء الخير خلود. يسعد لي مساك عزيزتي ومسا كل من تابعنا عبر شاشة خليجية، أهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي. مشاهدي الكرام، أكيد فقرات منوعة ومختلفة بنتناولها من استوديوهاتنا في جدة والرياض والإمارات. أما من جدة مشاهدي الكرام، اليوم حيكون عندنا موضوعين. في أول موضوع عندنا لهذا اليوم حنتكلم عن ملتقى الأسر المنتجة، كمان عندي فقرة ثانية حنتكلم من خلالها على آخر استعدادات سوق عكاظ. هذا بالإضافة لغير من الفقرات المنوعة والمختلفة اللي إحنا دائما حريصين أن نقدم لكم هي من خلال استديوهاتنا. أكيد زميلاتي في الرياض عندهم كمان فقرات منوعة ومختلفة، لكن في البداية اسمحوا لي أمسي. يسعد مساك عزيزتي. يسعد مساك عزيزتي خلود ومساء مشاهدينا الكرام كل متابعي سيدتي في كل مكان. مشاهدينا اكيد فقرات سيدتي دائما متنوعه. بالنسبه لنا اليوم من الرياض نتعرف بشكل اكبر على خطوه وزير الصحه واللي جمع شتات التاريخ المرضي للمواطن عن طريق ملف صحي مشترك. ايش هو هذا الملف؟ مشاهدينا اكيد التفاصيل بتكون خلال الحلقه، لكن الان اكيد نرجع الى ابو ظبي نمسي على فرح والجميع بالخير ونتعرف طبعا على اهم عناوين سيدتي لليوم. يا مساء الخير يا فرح. يمسيك بالنور والسرور رنيم، يعطيك العافية. طبعا مشاهدينا قبل ما نبدأ نذكركم بمتابعة حلقات البرنامج عبر زيارة صفحة البرنامج على اليوتيوب الظاهرة أمامكم على الشاشة، وطبعا لا تنسوا التفاعل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على تويتر وإنستغرام. أما الآن فجولة سريعة على عناوين حلقة سيدتي لليوم. في سيدتي اليوم كلنا منتجون، يجمع 50,000 أسرة منتجة من مناطق ومحافظات المملكة. قضية زينة وعز وقضية نسرين طافش وديمة بياعة ضمن أبرز الأخبار الفنية. وزير الصحة يطلق خدمة الملف الصحي الإلكتروني المشترك. نجوى كرم تسوق لكليبها على الصخرة، وروتانا بين نجاح فيلم ألف إلى باء وعرض روميو وجولييت العالمي. سوق عكاظ يضم أكبر جدارية بمشاعر حب ووفاء للملك. مهرجان كويت السلام إمارات الوفاء يحتفي بالتراث والتاريخ المشترك بين البلدين. مشاهدينا هذه كانت أبرز عناوين حلقتنا لليوم. راح أنتقل الآن إلى زميلتي رنيم اللي راح تصحبنا بجولة على أبرز الأخبار الصادرة لليوم. إليك رنيم. شكرا لك يا فرح، وإذا فعل مشاهدينا جولة في أهم الأخبار الصادرة في الصحف السعودية لليوم. خبرنا الأول مشاهدينا أخذناه من صحيفة الشرق بعنوان التميمي يحق للعازبة حضانة مشهور النسب. بالتفاصيل، أكدت مديرة مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي في المنطقة الشرقية لطيفة بنت محمد التميمي أحقية العازبة في احتضان طفل مجهول النسب إن رغبت في ذلك، مشيرة إلى إقدام فتيات على احتضان أطفال، إذ أفادت إحصاءات وزارة العدل عن قضايا الولاية والرعاية وحضانة اليتيم ومجهول النسب بأن محاكم المملكة نظرت 41 قضية من هذا النوع خلال العام الهجري الفائت. إذا مشاهدين فعليا موضوع الكفالة صار منتشر بشكل أكبر الحمد لله كثقافة في المجتمع، لكن جميل يعني على الأقل يعني لتغطية إحساس أو غريزة الأمومة أن يحق للعازبة أنها تتبنى مثلا أو تكفل طفل. مشاهدينا خبرنا الثاني من صحيفة عكاظ وهو بعنوان شاب يشعل النار في والدته بالطائف. يا ساتر يا رب. إلى التفاصيل، تحقق الجهات الأمنية بمحافظة الطائف في ملابسات واقعة إشعال شاب النار في والدته بعد أن سكب عليها مادة بترولية، إذ أن الجاني استخدم أداة حديدية لخلع باب منزل الأسرة وسكب بنزينا في أرجائه وأشعل النار ثم لاذ بالفرار، وذلك إثر رفض والدته فتح الباب له بعد أن علمت أنه في وضع غير طبيعي. ربي يرحمها، وأكيد طبعا لا دار بتأخذ مجراها. مشاهدينا يعني الأم دائما عاطفتها تغلبها، لكن واقعيا في حال وجود أي ظرف صحي أو عقلي أو نفسي للابن، حتى وإن كان هذا ابنك ممكن مو يشكل فقط خطر عليك، ممكن يشكل خطر كبير أيضا على المجتمع. ربي يرحمها، وإن شاء الله مثل ما ذكرنا العدالة أكيد بتأخذ مجراها.
خبرنا الثالث مشاهدينا من صحيفة الوطن بعنوان الفصل الثاني. في الفصل الثاني إذن دوام المعلمات 52 يوما فقط في المناطق النائية. في التفاصيل، تستعد معلمات وإداريات في مدارس المناطق النائية والوعرة لتوديع معاناتهن الأسبوعية غدا، حيث يعودن إلى عملهن بداية الفصل الدراسي الثاني بعد نحو أسبوع للدوام بمعدل 3 أيام فقط في الأسبوع الواحد، مما يقلص دوامهن من نحو 90 يوما إلى نحو 52 يوما، وتخفيف نسبة مخاطرتهن الأسبوعية لنحو 40% عن الفصل الجاري. مشاهدين، إضافة لهذا الموضوع، كان في ملف مفتوح طبعا وعليه كان جدل على تويتر، وهو هنا في مدارس سواء موجودة في الرياض أو خارج منطقة الرياض، غياب المدرسين لفترات طويلة. إن شاء الله طبعا هذا الموضوع يكون له حل، لأنه صار يعني كثر في أكثر من مدرسة. كان وصلنا مجموعة من الأخبار إن شاء الله يعني أما نتحدث فيها أو نسمع أخبار طيبة عنها. خبرنا الرابع من صحيفة الاقتصادية بعنوان الصحة تتوعد المستشفيات الرافضة لعلاج الطوارئ بالإغلاق والتشهير. في التفاصيل، صرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني بأنه سيتم فرض عقوبات صارمة كالإغلاق والتشهير في حق المؤسسات الصحية الأهلية غير الملتزمة بعلاج الحالات الإسعافية والطارئة. وكانت توجيهات وزراء الصحة الثلاثة السابقين إضافة إلى وزير الصحة الحالي قد أكدت وجوب استقبال الحالات الإسعافية والطارئة وتقديم العلاج اللازم لها بغض النظر عن أحقيتها في العلاج من عدمه. إذن هذا الخبر فعلا مشاهدينا كان متوقع، ونأمل فعلا أن يتم التطبيق والرقابة. بعض الحالات تمنع من الدخول بسبب المصاريف أو غيرها، وأحيانا ما يكون موضوع المصاريف، يعني أحيانا المريض يعرض المال لكن ما يكون معه بسبب الزحمة مثلا لا سمح الله، أو الربكة من الموقف ما يكون معه مثلا أوراق ثبوتية. فهذه الخطوة أكيد طبعا وزارة الصحة مشكورين عليها. خبرنا الخامس مشاهدينا من صحيفة عكاظ، وهو بعنوان مراكز عالمية متقدمة ل 140 طالبا سعوديا في جامعة كامبريدج. في التفاصيل، حقق أكثر من 140 طالبا سعوديا خلال العام الماضي مراكز عالمية متقدمة في اختبارات جامعة كامبريدج المقدمة من المجلس الثقافي البريطاني، وحصل 10 منهم على أعلى العلامات على مستوى العالم أجمع، وحقق 36 منهم أعلى العلامات على مستوى المملكة في مادة واحدة منفردة، فيما حصلت 36 مدرسة سعودية خاصة على جائزة المدرسة الدولية للتعليم، وستة مدارس حكومية تعمل مع المدرسة الشريكة من المملكة المتحدة، وذلك في إطار برنامج ربط الصفوف الدراسية، وهو برنامج عالمي للتعليم في المدارس ومصمم لمساعدة الشباب على التعرف على القضايا العالمية، فضلا على منحهم المهارات التي يحتاجونها للعمل في الاقتصاد العالمي. إذن إنجاز جديد مشاهدينا، طبعا أكيد نهني المملكة بهذا الخبر. إلى خبرنا السادس والأخير مشاهدينا بعنوان، وهو طبعا للأسف غرق طفل بحفرة للصرف الصحي داخل منزل هذه المرة. في التفاصيل، سقط طفل يبلغ من العمر 8 أعوام في فتحة للصرف الصحي داخل سور منزل والده في حي الخالدية في محافظة شرورة، حيث قامت الفرقة بإخراج جثة الطفل والتي قد غطتها مياه الصرف، ثم جرى نقلها لمستشفى شرورة العام وسلمت لجهة الاختصاص. ربي طبعا يصبر أهله وربي يرحمه إن شاء الله. مشاهدينا، دائما أكد الشخص دا يعني العين قبل ما تكون رقيبة على الشيء اللي خارج إطار المنزل يفترض تكون رقيبة أيضا على الداخل. هذه الحوادث تتكرر بشكل واضح مشاهدينا بسبب أما إهمال أو أمان زائد عن اللزوم، لكن هذا طفل وأي شيء مفتوح ممكن يعرضه إلى الأذى. ربي يحفظ الجميع مشاهدينا، لكن أكيد فقراتنا أكيد مستمرة ومتنوعة، تابعونا من بعد الفاصل. مجلة سيدتي هذا الأسبوع مفاتيح النجاح للبنات، هل الريتويت يحقق الثروة والأحلام؟ لا تتسرعي في الزواج من هؤلاء الرجال، سيدتي عالمك في مجلة. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية.
في سيدتي بعد الفاصل. كلنا منتجون، يجمع 50,000 أسرة منتجة من مناطق ومحافظات المملكة.